ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب كلكم بخير واهلا بيكم في فيديو جديد من متجر جوجل بلاي واشرح لكم النهارده كل حاجه جديده والعروض الجديده وشرحها بالتفصيل وهنجمع آه النقاط الأسبوعية من أربع حسابات، حسابين منهم متجر أمريكي من المستوى البلاتيني، وحسابين منهم من المتجر البريطاني المستوى الفضي، وخلاص فيهم واحد داخل على الذهبي، طبعًا إحنا الـ الحساب اللي قدامنا ده هو خلاص بلاتيني السنة دي، والسنة اللي جاية كمان، آه وكمان هكلمكم عن موضوع الميزات اللي في المستوى البرونزي، وإن شاء الله بوعدكم في الفترة اللي جاية بإذن الله. أه يعني ممكن في خلال الاسبوع ده كله نقدم فيديوهات كويسة بس انا منكم بس الدعم أه علشان انا بصراحة قافل من اليوتيوب قافل من بابجي قافل من كل حاجة بصراحة الفترة دي مش كويسة بالنسبة لي خالص بقالي فترة يمكن بقالي اسبوعين تقريبا او اكتر ما فيديوهات بس هستنى منكم دعم تشجعوني ان انا احاول ارجع يعني بنفس القوة بتاعت زمان او بنفس قوة الفيديوهات بتاعتنا اللي كنا بنكسر بيها الدنيا لان الواحد ملوش نفس بصراحة لأي حاجة ومش عايز انكد عليكم اكتر من كده شجعوني اعمل لايك اعمل تعليق ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض هبدأ معاكم بالعروض اللي موجودة دلوقتي واللي هتنتهي في يوم 4 يوليو اللي هو يوم 4 بعد كم يوم بعد يومين وهتنزل لنا عروض جديدة اول حاجة هي معدلات الربح الخاصة ودي مفيش فيها ببجي موبايل او فري فاير اللي معظمنا بيلعبها اكتر الناس اللي هتستفيد بيها هي الناس اللي بتلعب فاير إمبلم أو آه ميرفيل أو اي آه اف كي ارينا أو الانجري بيردز أو الألعاب اللي انتوا شايفينها قدامكم دي دي شرحها بالظبط ان انت لو بتلعب لو بتلعب اللعب دي لو بتلعبها لان في ناس بتنزل اللعب تفكر انها تاخد نقط لا العرض مش بيقول كده خالص العرض بيقول ان انت لو بتلعب اللعب دي كل دولار هتدفعه في اللعبة دي انت هتاخد عليه اربع نقط لو انت متجرك امريكي تمام يا شباب ده بمنتهى البساطة شرح العرض بتاع معدلات الربح الخاصة مش انك تحمل التطبيق لان في ناس جديده معانا بيقولوا لي احنا بنحمل التطبيقات ومش بناخد نقاط تمام اما بالنسبه لعروض الاشتراك والحصول على نقاط اضافيه وهي اسمها عروض الاشتراكات هنا بيقول لك ان انت الاشتراك بتاعك في التطبيق الازرق اللي تحت ده اللي انتوا شايفينه قدامكم هوريه التطبيق الازرق ده لو انت مشترك فيه كل دولار بتدفعه في التطبيق بتاخد عليه 8 نقط يعني مثلا لو اشتراكك في التطبيق ب 5 دولار هتاخد 40 نقطه لو 10 دولار هتاخد 80 نقطه طبعا لو انت مش مشترك فيه اكيد ما تنزلوش وتشترك فيه عشان تاخد نقط يعني اكيد ما تعملش كده اما الطبيعي بتاعك والنورمال ان انت بتاخد لو انت مستواك بلاتيني بتاخد على كل دولار أه، واحد واربعة من عشرة لو انت ذهبي بتاخد اقل من كده شوية هوريكم بالتفصيل لو انت ذهبي بتاخد واحد واتنين من عشرة لو انت فضي بتاخد واحد واحد من عشرة نقطة لو انت برونزي المفروض انك بتاخد نقطة واحدة من الاخر كده انا مثلا بلاتيني فباخد واحد واربعة من عشرة نقطة اما لو انا بلعب اللعب دي هاخد على كل دولار اربع نقط مش واحد واربعة من عشرة نقطة كده اعتقد الصورة وضحت لكم واحد واربعة من عشرة نقطة ده الطبيعي بتاعي لان انا بلاتيني لو انت برونزي هتبقى واحد لو انت ذهبي هتبقى واحد واثنين من عشرة فالعروض زي كده بتبقى مميزة ان هي تجيب لك نقط كتيرة ولكن اذا كنت بتستخدم العروض دي بالفعل تمام يا شباب كده الفكرة وضحت جدا للناس اللي كل شوية بتسألني عن العروض دي وازاي ما بناخدش منها نقط وازاي ناخد منها نقط هكلمكم بسرعة عن الميزات والمتجر البرونزي نرجع الاول للمتجر البرونزي عشان ناس كتير بتسال على الموضوع ده حتى الان مفيش حاجه رسميه في المتجر البرونزي بتقول ان في نقط اسبوعيه بخلاف المستوى الفضي، هنا كاتب لك ان الجوائز الاسبوعيه المستوى الفضي يمكن شراء المزيد من المنتجات كل اسبوع لكسب ما يصل الى 50 نقطة، يعني هنا ذاكر لك ان في جوائز اسبوعية في في الفضي وكمان عندنا في الذهبي بتوصل ل 200 نقطة، وكمان عندنا في البلاتيني بتوصل لحد 500 نقطة واحنا هنجمع مع بعض دلوقتي فضي وبلاتيني فهنشوف الاتنين دول اللي هي الفضي لحد 50 نقطة والبلاتيني لحد 200 نقطة هنشوفهم بعينينا دلوقتي في الفيديو، أما المستوى البرونزي زي ما اتفقنا حتى الآن رسمياً لم يظهر له جوائز أسبوعية، طب ليه بيظهر القايمة بتاعة الميزات في المستوى البرونزي؟ يمكن هما فاتحينها عشان يتقدم ليها عروض وحتى الآن ما جاتش عروض من المطورين للمتجر البرونزي إن هم يعرضوا منتجهم في الجوائز الاسبوعيه ده السبب اللي ممكن يكون حتى الان منزلين فتره تجريبيه لحد ما يجي عرض كويس من المطورين تمام يا شباب اعتقد كده ان رديت عليكم سريعا جدا جدا عن العروض وعن الاشتراكات وعن المستوى البرونزي أه متبين اقول لكم ان العروض الجديده طبعا هتنزل يوم خمسة واتمنى ينزل فيها اللعبه اللي احنا بنلعبها اللي هي بابجي موبايل فري فاير موبايل ليجند كلان اوف كلاش الحاجات اللي الناس معظمها بتلعبها او اللعب اللي بتحبوها طبعا ممكن يكون في ناس بتلعب اللعب الموجوده دي بس في ناس عندي كتير قوي بيلعبوا ببجي موبايل اكيد هيبقوا فرحانين على الاقل لو نزل النقاط المجانيه او لو نزل عروض للعب اللي احنا بنلعبها ممكن نشتري ونستفيد بيها كويس جدا 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 دلوقتي هنروح مع بعض على الميزات وده اول متجر قدامنا هنحصل منه الميزات وده من المتجر البلاتيني اتفقنا ان احنا بنحصل منه على 500 نقطة حاليا بص كاتب لك تحت كذب ما يصل الى 500 نقطة حاليا معانا وتسعين نقطة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوس مع بعض ها عشر نقط هيبقى معايا دلوقتي ميتين متين وتلاتة نقطة يعني ايه ميتين وتلاتة نقطة عشان الناس اللي بتسأل النقط دي بتعمل ايه النقط دي ممكن تشتري بيها لالعابك طبعا ما حدش يشتري البطاقة دي دي بتديك شوية سندية ما لهمش اي تلاتين لازمة ولكن حتى الان كلنا معتمدين لو انت بتلعب طبعا اللعب دي هيبقى عندك كوبونات خصم عليها لو ما بتلعبهاش خالص وعايز بطايق جوجل بلاي فال 200 نقطة أحب أقول لك إن هي بتساوي 2 دولار بطاقة جوجل بلاي تقدر تشتريها من هنا بكل سهولة وأقدر أبدلها قدامكم يعني أنا دلوقتي لو دوست أو بلاش أدوس استنى بلاش أدوس دلوقتي أنا عايزهم متخزنين كده أحوشهم وأعمل بيهم حاجة معينة أه نجمع مع بعض أنا يعني بس وريتك ممكن تستخدمهم في إيه بتجمعهم وبتروح جوه اللعبة بتاعتك وبتشحنها أه بنفس الإيميل اللي أنت فاتحه ده علشان تشحن بيه نروح للمتجر الثاني معانا 203 نقطه في ده ونروح المتجر الثاني ونجمع منه النقط الاسبوعيه ده المتجر الثاني الامريكي ومعانا فيه 17 نقطه شباب اللي لسه ما عملش لايك يعمل لايك شجعونا عشان نقدر نقدم كل جديد هنخش على الميزات قلنا بتوصل لحد 500 نقطه زي المتجر الاولاني لان هما الاثنين بلاتيني ومكتوب تحت قدام عينيك كسب ما يصل الى 500 نقطه نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوس مع بعض 17 نقطه معانا هيبقوا كام عشر نقط برضو مفيش مشكلة خالص بقى معايا سبعة وعشرين نقطة يعني تقريبا ربع دولار تمام يا شباب هنروح بسرعة للمتجر البريطاني ونحصل منه النقاط وهيبقى من المستوى الفضي يلا بينا هنا قدامنا يا شباب المتجر البريطاني ومعانا فيه 13 نقطه وهنا متبقي طبعا الناس اللي بتتابع الفيديوهات الاسبوعيه متبقي لنا 37 نقطه عشان نوصل للمستوى الذهبي يعني احتمال لو طلع لي 50 نقطه دلوقتي اوصل ذهبي قدامكم يعني دعولي كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هنا بنكسب عشان ده فضي بتكسب لحد 50 نقطه متبقي لي هنا 37 نقطة نقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النقط دلوقتي هتقل 37 نقطة دول هيقلوا حسب النقطة اللي هتطلع لي دلوقتي عشان اوصل للمستوى اللي بعده نقول بسم الله ونضرب ثلاث نقط مفيش مشكلة كانوا 37 هنشوف دلوقتي بقوا كام عشان اوصل للمستوى الفضي بقوا 34 نقطة هانت وقربت جدا ان انا اوصل في المتجر ده لل مستوى الذهبي وطبعا لو شحنت اي لعبة انا هاخد هنا واحد واحد من عشرة نقطة على كل دولار يعني مثلا لو شحنت عشرة دولار هيديني في حدود مثلا آه حداشر نقطة كده ده العشرة دولار انما لو ظهر العاب من اللي انا بلعبها وشحنتها بعرض مميز طبعا هيديني نقط اكتر من كده نروح مع بعض الاخر متجر معانا نحصل منه النقاط لحظة واحدة ده اخر متجر معانا اللي هو المتجر الفضي برضو في الحساب البريطاني هنا متبقي لنا 213 نقطة علشان اوصل مستوى الذهبي ده طبعا لسه عليه شوية هنخش في الميزات قلنا ان بناخد 50 نقطة خلاص حفظنا كده ندوس ندوس مطالبة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوس مع بعض ها ثلاث نقط هيبقى معايا دلوقتي 40 نقطة وطبعا اتفقنا ان النقط الوصول للمستوى اللي بعده بتقل بقت 210 نقطة كل ما بتجمع نقط كل ما المستوى بتاعك بيقرب للمستوى اللي بعده كل ما بتقدر تحتفظ بالمستوى اللي انت وصلت له للسنة اللي بعدها ده باختصار شديد موضوع فيديو النهاردة بفكركم ان انا عارض حساب البابجي موبايل للبيع اللي حابب يشتريه طبعا بتمن كويس مش تمن رخيص مش هبيع الاكونت بتاعي بتمن رخيص هسيب لكم فيديو الحساب بتاعى لبابجى موبايل للي حابب يشتريه متنساش تعملى لايك لو مش مشترك فى القناه اشترك عشان يوصلك كل جديد اشوفكم على خير دائما فى فيديو جديد ان شاء الله باي باي